ويانا يا جماعة نضحك كلنا أربعة، خلوا الهام ربع ساعة كلن يترك همومه، خلوا الهام ربع ساعة كلن يترك همومه. خلاص خلاص فهمتكم فهمتكم. وين الشباب؟ اسمع زهقان يو هلي طبشان، يو هلي زهقان يو هلي طبشان، خلك معنا تبتسم وتغيب الأحزان، خلك معنا تبتسم وتغيب الأحزان. وش من ناموني وش من ناموني وش من ناموني وش من ناموني، وطيب قلبي يو هلي وش من ناموني، تمشي شوي على البحر وبعدين كليت مشاكيك وايس كريم واشياء كذا وعادي بنيك، واذا ما تبوه بعد بطف. لا هو ضروري جدا الواحد بعد ما يسوي رياضه ياكل شيء صح. شيخان انا بقول لك عطني الكمه. ايش عطني كمتك لو سمحت. ما اقدر ابسط يدي فوق خذيها بذمتك، ما كفاية اني متحملة الصلعة والوحمة، بعدك مزيد علي كرش وسمنة. انتظر شبابي برستيجي قدام جاراتي. اي حتى انا بعد برستيجي راح من عند الناس، ايش اسوي يا اخي؟ انا متين يا اخي، هذا وضعي. شيخان يس طلقني. لا اردوش الا الطلاق، لا تخلي الكرش تفرق بيننا ولا تزلنا بيننا ولد اللي هو مشموخ. لا تبيعيني شيخه، ما علي ان شاء الله انا بحاول امشي وانتي ساعديني. انا خلاص من اليوم بسوي رياضه ها او عزش. ما عليش والله ما طلقش، وانا ويانتي وبخل ها يا ريت. ابوي غير اللي مرتاح غير، انا وامك متنازعين، انا وامك متنازعين زين، واصل موضوع الطلاق او فيني كرش. بعد يضحك بعد يضحك، مش يضحك بدل ما استعد ابوك. حصلت لك حل. الشيء ملحقني فيه، وش الحل؟ لازم تتابع برنامج الكوتش مرين. هيه هذا يضعف الاوزان. وين الشيء محطه؟ تبي تشوفه؟ ايوه ابوي خله بنشوف. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، طبعا نرحب فيكم في برنامجنا خس خسر لراسكم، خس مع اليوقه والرشوخه. التخسيس وايد حلو، وايد يعني يفيدكم. تابعوني ان شاء الله وتستفيد من حلقاتي، اني وايد ناس تتصل لي، اني وايد ناس تابعوني، وايد ناس ضعفت على ايدي، يعني انا دائما بعوض شن؟ دائما الانسان يعني شوف دائما الدهون
لابد انك انت تحوله للاشياء اللي شنو هذه كلها ترسبوت على القلب. فلا تمتن، يعني انت تمتن على شنو؟ فخلك معانا في برنامج الخس مع الرويد ومع الخس، خليك معانا. في الحركة الثانية ذي اللي هي تمارس على هذي، طبعا ما حد يعرف لها الحركات غيري أني، دائما أنا اللي أعلمكم لياقة رشاقة في الخس والرويد. في حركة ثانية ممكن تفيدكم اللي هي هذي، عاد على إيد واحدة إذا ما تقدر، أو كذي عادي اللي رايحك. أنا تعبت شوي بس عادي، دائما خليكم معاياني. تبي تضعف خليك معاياني، ما في حد غيري هني يضعفك وينزل لك الأردوف والأكتاف. خليكم معانا اليوم، راح نتعرف على واحد كان وزنه 2000 وصل وزنه 60، فوصل ونوصل. اللي يبي يضعف لازم يصبر، تبي تضعف ها؟ اشتغلت عليه شغل، ما بشغل عادي، شغل انا اللي بحكى. خلاص تمرين الثاني، خلاص وقف تمرين الثاني. كوتش تعبت حبيبي، والله تعبت. ما عندي تعب، ما في عندي تعب. انزل علماني، خلاص انهتن. انزل انزل، ما في ما في ما في ما في ما في طاقة عندي. عندك غصبة من عينك، يلا انزل انزل. هذا ايه تمرين كوتش؟ هذا تمرين الارديوف والبطن. لا لا لا، مو بشي. كيف كوتش؟ روح معي روح معي كوتش. ايوه كمل ايوه، روح معي روح روح معي. حلو. خلص تمرينك، خلص تمرينك، قوم. طبعا مشاهدين الكرام، دائما خليكم معاي. اللي يبي يضعف، اللي يبي يخسس أردوفة، هدي اللي يبي يخسس أردوفة، اللي يبي أي شيء تقدر تروح يبا. أوكي باكر ها، تعال. هذا أبوي ما فاضي، مشغول بالبرنامج، ياس تدرب وياس تمرن. بعدنا بنحاول في مرة ثانية. طبعا أنا دائما حياتي كلها رياضة، ما أمل، كل الناس تمل إلا أنا ما أمل. حياتي كلها رياضة. تبوا تهاوشوا تعالوا على البحر، تبوا تطقوا تعالوا طقوا. انا اللي معضل، انا اللي مجسم، انا كل شيء زين. لا تطلع قدري، لان انا اعرف قدري بعد ما اتاكدت ان القدور كلهم في المطبخ. ونستقبل اتصال ونقول الو 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 الو، ممكن اشارك؟ انت داخل معانا على الهواء كوتش مريم. إيه؟ ممكن اضعف يا حبيبي. لا تفكر، لا تقعد ولا تصيح، لا تصيح، خلك عادي. تبي تخف؟ انا وحرمتي متضاربين، واصل بالطلاق الموضوع. تبي تخف؟ احسب نفسك انك خفيت يا اخي، ارجوك ساعدنا. انت قبل شوي تابعت برنامجنا، وخلك متابع، لان في واحد وزنه 2000 وصار وزنه 50. خليك معنا، لا تفكر. أنا راح أضبطكم في البيوت، راح أضبطكم مع كل حد. خليكم معنا مع كوتش مريد. هلا
البرنامج هذا؟ هذا عيتاب هذا او ام يضعفنا هذا متني زياده انا بعد انت يا ابي حل انت لا حول لا وش اسوي بعمري تو انا وش اسوي بعمري وين هذا رقم هذا؟ ابغى اقول المتن حتى رقم ما راح يطلع. الو انت وين؟ وين هذا صاحبك مال ترتشن ترتشن هذا اللي ضعف اللي ضعفه يا اخ ابوك حتى ما لم نتحرك من المتنة. المهم انت وين؟ عند الباب؟ ادخل يا اخي وفكني فكني ارجوك ابغى اضعف يا اخي ابغى اضعف. يلا يا اخي امك ما تحس تطفر دبي وضعتنا عند الجيران الدب والدب وش اسوي بعمري انا؟ بلبل نسيب وش هاي بلاي انت تنكر معي؟ دونت ووري مان دونت ووري هذا الحبيب هو بيخليك رشيق مثل مشموخ يس هاي مشموخ انت يريد لش مش شنطة واحدة انت يريد لش سبع شنط اذا انا يبالي سبع جنط يبالك مية شنطة دوباية دوباية ما انسى اشوف روان روان اللي في جنطتك انت روان كان مستفيد شيء لكن معلش دواش عندي بعد اكيد شفتي هذا الدواء شفتي هذا الدواء ايه شفناه يا اخي هذا الاستعمال الخارجي يعني تدهني ايدينش من هنا ورجولش من هنا بالليل مساء ايه مش بالليل والمساء في الليل والمساء نو نسيب كازين مورنينج ايفنينج الصبح وبالليل خلاص نيكست انت صح وش هذا بعد بالشعر هذا تقول سمره كمل هذا الدواء زين مشان شنتي يشيل كرش مالش هذا أطار كرش ماي كازين خليك فليكسبل يعني خليك متفاهم معاه هذا الوحيد اللي بيخليك مشموخ نمبر اثنين يا حبيبي انا عادي بستوي فليكس لكن هو يا اخي يقول لي كرش ما كرش خلي الكرش بعيد خلاص وسحبناها نيكست اللي بعده هذا دواء يا ابوي هذا ايدين نو اي ترايد بي بيفور كريستيانو رونالدو انت تعرفي هذا الدواء هذا الدواء خطير هذا شربي ثنين اسبوع بس شربي خلاص كل شيء يروح منش هذا ما الجلد يجي تحت خلاص يروح هذا اخر دواء اعطيشي عرفاب انا ريب هذا نمونا خبر هذا هذا العامل عندنا يشتغل يقول له بيستوى رشيق ارشق من كذا كيف بسيطه هذا الدواء كله مظبوط عشان رشيقه عشان متينه كله يفيد يعني هذا مره كل شيء كله الله يعيننا تمام انا الحين اروح زبونه منتظرني الشمي وصل للباب يس دونت وري كم تعال ناولني خلينا نزغط ها من وين جاي كنا في الحارة نسوي رياضة مشي نحرق الدهون اي تحرق الدهون انت ما يسد هالكبر بعد انتينا
لا بعد ام غنزه ولا انت سنتوش ولا الشمي اللي جاي بلاي ذاك وزنه 35 طن مال ترشن ماله؟ ليش شربتوا الدواء ليش؟ ليش دخلتوا عصكم شمي يخصكم؟ يعني في كل شيء حاشن اعماركم؟ اسمعوا انا خلاص ما عدتوا تنفعوني، لازم اشوف البنت اللي تناسبني والعائله اللي تناسبني. برع شيخان برع ما يصير وين بنتي؟ ام اوكي؟ اي اوكي انت قبلهم برع برع شوف برع برع انا برع انا طالع برع 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 فهمتكم وين الشباب اسمع hey.